ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ فرصه جديده مع هنا كريم في هنا كيتشن. اولا انا النهارده معايا سبيشال جيست او جيف ضيف مميز، هيطلع بعد 3 2 1. السلام عليكم. تايم قريبي، تايم كشك. بقاله كتير عايز يطلع معايا في الشانل فهو طلع. والنهارده هنعمل بمناسبة الكريسماس، هنعمل 3 حاجات: كريسماس كوكيز، وشوجر كوكيز ترافلز، هوت شوكليت بوم. ايوه الهوت شوكليت بوم بقت ترند قوي، الهوت شوكليت بوم. فقلت اعملها واوريكم طريقتها بالتفصيل. وبس يلا المكونات. دلوقتي اول حاجه هنعملها هي الكريسماس كوكيز. للعجينة عايزين 1 كان او علبة كاملة من الكوندنس ميلك، و 200 جرام او كوباية سكر سكر ابيض، و 400 جرام زبدة. وهنا بهارات في الكوكيز بيكون فيها كده يعني تيست حلو. ايوه تيست حلو كده. فهنا 1 تي سبون معلقة صغيرة اسمه ايه جنزبيل باودر، ومعلقة صغيرة نص معلقة صغيرة اورنج باودر، وقرفة زي ما انتوا حابين، وكيلو دقيق متعدد الاستعمالات، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر او بيكنج صودا، وبيضتين وفانيليا. وللايسينج عايزين اسمه ايه كوباية ونص دقيق اسمه ايه سكر بودرة، وبياض بيضة، بياض بس من غير صفار. دلوقتي قطعت ال 400 جرام زبدة مكعبات عشان تعرف تخلط كويس، هحطها في العجانة، وال 200 جرام سكر هحطهم في ايه شو مهم. دلوقتي هنحطها ونخلط كتير قوي بقى، يعني من 5 ل 7 ل 8 دقايق مثلا، كتير يعني. دلوقتي بقى شكلها كريمي جدا والتكستشر بتاعها كويس، هنحط دلوقتي كان كاملة من الكوندنس ميلك. دلوقتي بنحط البيضة بعد ما عملنا الكوندنس ميلك. طيب هنحطها دي بيضة واحدة كده، البيضة تمام. وهنحط الفانيليا 1 تي سبون، وهنقلبها شوية، وبعدها بقى نحط المكونات الجافة. دلوقتي جمعت البيكنج باودر 1 تي سبون بيكنج باودر، والبهارات اللي هو الجنزبيل وكده، والدقيق، ودلوقتي هحطهم شوية شوية واقلب، ويعني لحد ما يكون عجينة ناشفة. لحد ما يكون عجينة ناشفة، ما تحطوش تاني لان احنا بس عايزين عجينة ناشفة. شوية كمان اقلب، محتاجة اقلب. احط حاجتي شوية ولا حط دلوقتي خلاص حطينا حوالي كيلو دقيق، وده القوام اللي احنا عايزينه. عايزين نوصل القوام ده بالظبط، ما يكونش بيلزق يعني، وما يكونش ناشف قوي، عشان ده القوام اللي هيبقى حلو قوي ليه. ولو يعني زودوا شويه شويه عشان تعرفوا خلاص ولا لا. بس دلوقتي بقى نبتدي نفردها ونقطعها. لا لا نروح. دلوقتي خلاص حطينا حته من العجينه وحطينا فوقيها ورقه الزبده، ودلوقتي هنحاول ما تعملش ستيكي. ايوه ما تلزقش. ودلوقتي هنفردها. وجبنا كمان قطعات على شكل كريسمس كراش تكون كيوت. ودلوقتي بقى هنفردها، يعني ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. هنوريكم دلوقتي السمك كويس. دلوقتي خلاص خلصنا وفردناها، يعني بصوا السمك كده كويس، يعني حاول على قد ما تقدروا تخلوها رفيعة. دلوقتي هنجيب القطعات ونقطعها، واللي هيتبقى من حوالينه هنفرده تاني يعني عادي. انا هنا حطيت واحده بياض بيضة في بخار ميه لحد كده ما حطيت بس صباعي فيها ولقيتها كويسه. هحط كوبايه ونص سكر بودره،
ولقيتها يعني سخنه او يعني عشان البكتيريا تتقطع، ومعلقه فانيليا ونقلبهم لحد ما يكون كوم ايسنج. تحط انت اوكي، حط كلها ولا تمليها؟ اوكي ونقلبها خلاص. هنقلبها دلوقتي. خلاص عملنا الايسي وقسمناه لثلاث الوان، واحد ابيض ما حطيناش عليه اي لون، وواحد اخضر، وواحد احمر. تمام. دلوقتي بقى هنبتدي نزينهم، يعني حطيناهم في قمع على طول عشان بينشفوا، وخرمناهم كرم صغير قوي. بص قد كده، ايوه شكل صغير قوي. دلوقتي هنوريكم من كل واحده بنزينها ازاي. ايه رايك نبتدي بالشراب ده؟ اوكي اوكي. احنا قلنا ده ابيض وده احمر. اه ماشي. تعمل ابيض، انا هعمل الاحمر اللي تحت. دلوقتي هنعمل شجره الكريسماس او الكريسماس تري، هنحطها عليها كلها. بعدها هنحط برينجلز كده، سبرينجلز قصدي، عشان تبان كانها اللي هي الدوريات دي. شو اسمها ايه؟ الاورنمنت الايه؟ مش عارفه ازاي اقولها. فاحنا دلوقتي هنحط السبرينجلز بتاعت المولتي كلر دولت. ايوه عشان يكون شكلهم هنحط احمر وشويه ابيض، واحمر وابيض واخضر، عشان اللي هما الكريسماس كلرز. ايوه اوكي كده حلوين كفايه. وبعدها بقى هنكمل كله اوف كاميرا ونرجع لكم. دلوقتي خلاص احنا خلصنا الكريسماس كوكيز، الكريسماس كوكيز ودول لو عايزين تقلدوا نفس الاشكال يعني، وشكلهم لذيذ قوي، بس لسه يعني تعمل زي قشره كده وبعدها نبتدي ناكلها. ان هي يعني مثلا جلوسي، ايوه يعني في دي مثلا هتلاقي واحد الجوانب كده عملت زي طبقه كده اهو. بص يعني ما بيلزق، لا هنا بس، لما هنا بيعمل يعني اصل يعني بس. ودلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي هنروح لل شوجر شوجر كوكيز ترافل. دلوقتي خلاص هنعمل الشوجر كوكيز ترافلز. ايوه دلوقتي محتاجه فعلا بجد اربع مكونات بس. كوبايه من الكوكي. ايوه ده هو اللي احنا عملناه كريسمس، اللي هو الكوكيز ده هو ده الكوكيز ده من غير الايسنج هنطحنه. لو عايزين تجيبوه كوكيز من بره ممكن، بس قلنا يعني زي 2 in 1 هتبقى يعني تعمل وصفه واحده وصفتين. هنحتاج كوبايه بس نطحنه، و كريم تشيز 2 تيبل سبون كريم تشيز. وعلى كده هنكون محتاجين ميلت وايت شوكليت، وبرده انتوا عايزين ممكن تستخدموا الميلت شوكليت و سبرينكلز عشان بعد ما نخلص نبقى زينها بيها. وبس اسهل حاجه في الدنيا بقى نقلبها. استعيني يلا هنطحنها، يعني هنقلبها كده بايدينا لحد ما تكون شبه عجينة، بعدها نكورها ونحطها في صينية وندخلها الثلاجة لحد ما تمسك كويس، وبعدها نطلعها ونحطها في الوايت شوكليت ونحط عليها السبرينكلز. كده اسهل حاجة في الحياة خالص. وندخلها الثلاجة كمان عشان الوايت شوكليت تجمد بس كده. دلوقتي خلاص طلعنا ال الشوجر كوكي ترافلز. ايوه وجبنا العصيان دي اللي هي بتاعت المصاصات، وهنحطها جواها وهنحطها جواها كده في هنا على فكره. وجبنا ال وايت شوكليت ميلتد وايت شوكليت ونحاول نغمسها كلها بيها. ادي نحطها كلها. احنا دلوقتي خلصنا ال شوجر كوكي ترافلز، و هنكون شكلها زي كده قبل سبرينكلز. صح هنحطهم هنا. هنحط السبرينكلز اهي. طيب زيتي اسم تاني. هنرص شوية كده على الوش. تمام تكون شكلها زي كده شوية كده. ودلوقتي هنحطها على الجنب وندخلها التلاجة لحد ما تجمد خالص، وهنعمل الباقي اوف كاميرا. دلوقتي خلاص خلصوا، وهندخلهم التلاجة لحد ما نحس ان الشوكولاتة جامدة. دلوقتي هنعمل الهوت شوكليت بامز، واحنا سنحنا دارك شوكليت
وايت شوكليت ميلك شوكليت اي شوكليت اي شوكليت عشان تحطوها. دلوقتي ممكن قلب كده او ممكن عارفين اللي هي كيندر جوي مش بتكون الحته اللي بره دي بقى ممكن تستخدموها بدلها لو ما عندكمش. فزي ما هنا بتقول انتوا ما عندكمش حاجه زي دي ممكن تستخدموا بس الكيندر جوي دولت يشتغلوا بس تشيلوا تخليه كله كده وتشتغل مدفوع طبعا يعني. ودلوقتي هناخد الميلك شوكليت وهنحط شويه في كل باول. وهوريكم هنعمل ايه. دلوقتي بناخدها كده وبنلفها على كل الباول لحد ما نغطيه كله. وهنعمل كده في كله وهندخلها التلاجة لحد ما تجمد خالص. بس الاول هنعمل حاجة تانية هننزل بايه هوريكم بعد ما نخلص كله. دلوقتي خلاص فردتها عليها كلها ودلوقتي جبت سلك اي كده ودلوقتي جبت سلك وتحتيه صينية عشان نطلع كل الباقي. دلوقتي هنعمل كده ونسيبها انتي دقيقتين بس عشان تنزل كل اللي تحت. يعني بصوا نزلت كتير قوي. دلوقتي خلاص عملنا وجمدت بقى شكلها كده بقى شكلها حلو جدا وناعمه وحلوه قوي. دلوقتي هجيب اللي هو الكاكاو المحلى او النسكويك. ايوه 1 تيبل سبون 1 تيبل سبون لكل واحده. ايوه وهنحط شويه مارشميلو من المارشميلوز. كنا نحط 3 كفايه حطي 4 خلاص 4 خلصينا خلاص كده عشان كده دول مش هنحط. صح يعني كل واحده يعني نحط واحده في واحده بس مكونات عشان الثانيه يعني احنا دول عندنا الستة نحط بس في 3 عشان احنا نقفلهم مع بعض كده. ايوه وهناخد بقى هناخد دي وعلى طاسه سخنه بنعديها بس كده وبعدها بقى هنلزقها. تعالوا معايا هنلزق مثلا على دي كده مش قصدي ان نعمل كده اعملوا زي ما بنقول مش زي ما نعمل بس فخلاص لزقت كده لزقت كويس. ودلوقتي بنسخن لبن اهو. اوكي ده بقى شكلهم يعني مش احلى حاجه بس الصراحه انا متاكده طعمهم حلو لان احنا استخدمنا شوكولاته جميله جدا. و بس فدلوقتي بقى يلا كل الحاجات مع بعض. دلوقتي يلا بكره التذوق يا جماعه. اول حاجه هنحط الشوكولاته بوم. ايوه الشوكولاته بوم ده وهنسيبها بقى جوه بقى تسيح كده لوحدها عبال ما تدوب باقي الحاجات التانية. بس سمعت المارشميلوز ازاي شكلها يجنن. ندوب بقى باقي الحاجات لحد ما هي تسيح كده مع نفسها. واو يلا ندوق. اوكي هندوق اني واحدة دولت الاول حلوين اوي. يلا ندوق 1 2 3. جميلة الشوكولاته اللي بره مديها زي تكستشر كده او حاجه واللي جوه شيمي قوي كده وكريمي وحاولوا تستخدموا كريم تشيز حلوه هتفرق. فلا حلو جدا احنا استخدمنا الكريم. انا مش عايزه انت تعمل كوكيز. دلوقتي احنا ناكل الكوكيز بالبطاطس بسم الله. احلى من اللي بتكون بره. مش دايما بيبيعوا زي نفس الحاجه يعني هي نفس الكريسماس كوكيز دي مش دايما بيبيعوا بره احلى بكتير. تحسوا كده ان هي طازه و في حاجه مختلفه يعني ما مش هي في حاجه مختلفه حلو قوي. انا كده استنى لازم ندوق الهوت شوكليت. يلا بينا. واو بصوا تعالوا بينا بسم الله. حلو واو حلو جدا حلو قوي حلو قوي بس سخن
هوت شوكليت. لا فعلا حلو جدا، استخدموا شوكولاته حلو بليز، هتفرحوا جدا. عارفين ايه زي الهوت شوكليت بتاع ستاربكس بتاع اللي هو بيقول زيه واحلى بكتير، طعمه يجنن. واو كان الناس اللي ورا الكاميرا خلاص بتموت دلوقتي يا جماعه. 1 2 3 باي.